هذه العمليه ماشي كلها راح تكون متبوعه ان شاء الله بعمليات تضامن يافرة. احنا نشوفوا باللي الخيرات هذه اللي راح تقدم لاهالينا في البوليده هي ثمره جهود السلطات المحليه وايضا الاهالي وسكان خنشله والمجتمع المدني اللي تجند بطريقه استثنائيه هذه المره. ان شاء الله هذه مناسبه اللي كان فيها الم لكن ايضا احياء امل الاخر اللي هو التضامن بين ابناء الوطن الواحد.